فيه جزائريين ونحترم رأيهم رافضين الانتخابات. البعض ما عارفش المضرة اللي غادي تلحق بالبلاد من حال في حال ما لا قدر الله ما تكونش فيه انتخابات. الفترة الانتقالية انتم بروحكم عانيتوا منها. عانينا من فترة انتقالية من 92 حتى يقارب 2000. صار ما صار فيها. سالت دماء. تكسرت البلاد. الأمن مشى. ضحايا 250,000. مانيش نربط أنا يعني المرحلة الانتقالية بالإرهاب ولا غير الإرهاب، لأن المرحلة الانتقالية لازم يكون فيه انزلاقات، والانزلاقات واحد ما يقدر يتوقعهم، لازم تكون فيه اختراقات من دول راها تترسب بينا، واحد ما يقول باللي اللي شرا في الدول الأخرى ما يشراش عندنا، ما تغلطوش، ما تغلطوش، كان باقي اليوم اللي راه واقف بالمرصاد اللي ما يخلي حتى واحد يتحرك، حتى واحد ما يزيد يأذي الجزائر هو الجيش الوطني الشعبي، واليوم راه مهاجمينه. اليوم راه هجومات شرسة على الجيش الوطني الشعبي، لأن باقي هو السد المانع. باغيين يفرشوه.